استطاع برنامج تم الذي يعرض على شاشة تلفزيون البحرين خلال شهر رمضان المبارك أن يلفت الأنظار لطبيعة ومضمون تلك الحالات الإنسانية التي أبدع في تسليط الضوء عليها بأسلوب مهني يغلب عليه طابع مميز من الطرح الإعلامي. ذلك المالك للجسد لا يمكن له أن ينسل مما قد يعتريه من أحزان وآلام دخلت عالمه دون استئذان، إما على شكل ظروف معيشية اقتصادية صعبة أو اجتماعية حالكة وأخرى صحية لم يستطع وحده أن يجد لها الحل الذي يرضيه. سماع أنين المتعبين دون إفصاح حناجرهم بما يعانوه يخفف من وطأة الشدائد التي ترافقت مع مسير حياتهم، ومن المؤكد أيضا أن ينهي حكاية الخصام التي أعلنها الفرح دون إبداء الأسباب لهم. البت في قضايا المحيط المتذبذب بصفاء أجوائه الحياتية لا يمكن أن يتم إلا إذا تداعت ضمائر المتيقظين لأوجاع غيرهم، وهذا ما أفلح في ترجمته وتقمص دوره بشكل محترف وبأسلوب مهني يغلب عليه طابع مميز من الطرح الإعلامي لمختلف الحالات التي وقعت ضمن دائرة معالجته لها. برنامج تم الذي كشفت عن هوية أهدافه المجتمعية النبيلة دورة برامجية مدروسة أطلقت لها العنان الحلة الجديدة لشاشة تلفزيون البحرين. فكرة البرنامج يتولى تنفيذها على أرض الواقع شباب بحريني برع في مخاطبة هموم الناس وملامسة احتياجاتهم، إلى جانب ما أثبته من قدرة احترافية في التحاور ومعرفة كل جوانب الهوية المستهدفة والإلمام بتضاريس حالتها. بعد ساعات من البث التي جاءت شيقة ومليئة بأحداث القضايا المنوعة، ميقات أنا جهاز تم، حياك عند الجهاز. وكسرعة البرق اتسع نطاق الصيت الإيجابي للبرنامج على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي كموقع تويتر الذي عج وامتلأ بتغريدات صاغتها أيدي المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بفكرته الإنسانية وبمستواه الرفيع، مؤكدين أنهم تأثروا وتفاعلوا مع المستفيدين من البرنامج الذي تضمن مشاهد مؤثرة استطاعت أن تحول مشاعر اليأس إلى سعادة، معتبرين في الوقت ذاته أنه نقلة نوعية طرأت على مستوى الإنتاج التلفزيوني المحلي. إن مخاطبة الحس الإنساني بجميع ما يصاحبه من مشاعر فياضة تستوطن أركان الجسد المرهف، أمر يستحق التمعن بدوافعه الخيرة ليوجه الشكر ويستقر في مقام الباحثين عن إرضاء الناس. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.